يا سيدي، أنا اشتريت سطح بشميساني الطابق الثاني وبنيت عليه طابق ثالث. هلا بتعرف طابق ثالث بحاجة لمصعد، أخذت موافقة جميع شركاء العمارة بدون استثناء، وتقدمت لأمانة عمان وحصلت على رخصة إذن بأنه لا مانع أن يكون في مصعد موقع على لجنة محلية ولجنة لوائية. تخيل هالأمر بأيلول 2017، ولهلا انا مش قادر اكمل المصعد لحد هاي اللحظه من ايلول 2017، وبيتي جاهز مش قادر اسكن فيه لانه طابق ثالث. بنتي معي كامل التقارير انها سنتين ونص وهي بتعاني مشاكل صحيه، بتصعب علي اني انا اسكن في طابق ثالث. عداك والدي ووالدتي الله يخلي عائلتك عندهم مشاكل صحيه بالسبعينات من عمرهم، والدي غرغرينا سوري يعني لا اصبع حول ولا قوة. انقطع، يعني والدتي من 45 سنه معها ديسك، السنه الماضيه عملت عمليه ولم تنجح. فكيف بدهم اهلي يكونوا بجانبي اهتم فيهم؟ كيف يعني باي طريقه؟ فانا هلا تخيل من سنتين ونص بيتي جاهز، وهلا بدفع اجار، موجوده معي عقود الاجار بجبل الويردي، عم بدفع اجار 4 مرات. الاماني عرقلتني هي والجار المتنفذ المجاور، مش من أحد شركاء العمارة، جار مجاور هو اللي ضغط على الأمانة وأعاقني 4 مرات. أول مرة سيدي أنا بشهر 10/2017 أخذت إذن من السير، سكرت الشارع حتى أنه جبت تعرف منشات حتى أني يحملوا الهيكل الخارجي الضخم ويحطوه يعلقوه للعمارة. مين بيطلع؟ بيطلع جار مجاور وهو المتنفذ، كان وزير بالماضي، هو شخص، عم بحكي عن شخص، نعم. شخص متنفذ. هذا الشخص المتنفذ هو جار مجاور، طلع ما بصير، ما بحق لكم يا عمي، ليش وعم نحكي بالتي هي حسن، هاي الرخصة وهي الكذا، ما أخذته إذن يا عمي، القانون عم بيقولنا نأخذ موافقة شركاء العمارة، لكن ما عندنا مانع أنه بالكلمة الحلوة. وفيما بعد التقينا مع هذا الشخص في بيته نحاول على فنجان قهوة، ابدا ابدا. الادعاء كان انه الادعاء هذا الشخص انه بيأثر شوي على الشمس، ان كان صحيح طبعا انا بقناعتي الشخصيه ومش بقناعتي، هلا رح تسمع الموافقات والقوانين والمحاكم، لا يؤثر واحد بالمليون. انا حكيت مع هذا الشخص، يا عمي الاوراقي هي الرخصه هي كذا، عمل تليفون لا يبدو لمكتب الامين، لاني انا حكيت مع الامانه، الامانه قالوا لي كمل اكمل العمل، انت جايب عمالك ومسكر الشارع، انت ماخذ موافقه رخصه لوائيه، ما عندك مشكله. لكن شو اللي بصير؟ اللي بصير يا سيدي انه بتيجي سياره من الامانه وبتخوف الشغيله وبتوقفهم، بتقول لهم لا او ممنوع كذا، وانا بيجيني تليفون من شخص مسؤول بقول لي انا عم بحكي من مكتب الامين، بقول لك لو سمحت عبين ما نحل هالسلمه مع هذا الجار اوقف الشغل. قلت لهم يا عمي خسارة، بقول لي أوقف الشغل. أنا لا أتأكد، حكيت مرة تانية مع الأمانة، قالوا لي مع مضبوط، يعني إحنا قلنا لك كمل، لكن ما بنقدر نحكي لك كمل لأنه يعني خلص أوامر من فوق. من مكتب الأمين نفسه أخي؟ نعم، مكتب الأمين نفسه أن أوقف هذا الشغل. هلأ اضطريت أنا أني شو بدي أسوي، بدي أوقف الشغل وبدي أبلش أحلها تاني. زرت الشخص المتنفذ بعمله واستقبلني ربنا الله استقبال لطيف، قعدت أنا وياه، لكن ظله مصر، أبرزت النواحي الإنسانية. عفوا عفوا، لما زرت الشخص المتنفذ زرته في مكتبه، هو عفوا متنفذ برتبة وزير ولا موظف ديوان ملكي ولا؟ كان برتبة وزير. وزير، ماشي، بدون تفاصيل. لما زرته، لما زرته وحكيت معه، وجه اعتراضه إيش؟ وجه اعتراضه أنه وجود المصعد سيقلل من سعر البيت، فبالتالي بيقلل 100,000 دينار من سعر البيت. يعني بيته، يعني هو خايف على سعر عقاره يقل 100%. هذه وجهة نظره، وقال لي أنا لو بدي تدفع لي 100,000 دينار لن أقل. عفوا بس، حضرته بيحكي، حضرته وزير يمثل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ويتكلم بمنطق تجاري، طبعا الآن هو مش وزير، ويتكلم بمنطق تجاري إنه سعر بيته بده ينزل، فهو رافض إنه يسمح لك تعمل مصعد بالقانون. يعني أنت ماشي قانوني، ما عندك أي مشكلة، بس هو قانوني سيدي. وإذا بحلمك علي أبرزت له النواحي الإنسانية، إنه بنتي مريضة ما بتقدر تجيها نوبات، موضوع طويل أخذتها على أمريكا لتعالجت وصارت كتير أحسن الحمد لله، وأبرزت لها وضع والدي وضع والد. أوكي، لكن أنا ما بل مصمم على الموقف تبعه. رحت قابلت معالي الأمين شخصيا،
عبر معالي الأمين أنه بيعرف القضية وقال أنا وقعت الموافقة على الرخصة، لكن في يعني إحراجات طولوا بالكم علي تنحلها. أعطيته شهر شهرين أراجع بالأمانة خلالهم، ما صارش أي شيء ولا أخذت أي موافقة. استشرت محامين قالوا لي أنت معك رخصة لوائية تابع العمل، وهذا اللي عملته أنا سيد حسام، تبعت العمل. أحسنت. وما حدا قدر يوقفني، خلصت 40% من العمل لأنه الحق معي القانون معي. لما تبعت سيدي العمل ما لحقت أنجز 40%، كان الشخص المتنفذ ليل مع نهار يتصل بالأمانة وعم بيضغط، استطاع أنه يوقفني عن أني أكمل. طلعت لي ورقة، حطوا لي ورقة الأمانة على مكان العمل المشروع أنه توقف عن العمل، وذلك لسبب، شوف الحجة، عدم موافقة كافة الشركاء. أولا يا سيدي مصورة كل موافقة الشركاء عندي، ثانيا بأي حق؟ يعني أنا لما طلعت الرخصة رحت زرت الباحث القانوني بالأمانة بالعبدلي، طلب مني قال لي وين موافقة الشركاء؟ قلت له 1 2 3 تفضل. قال لي جميل، بدي كوشان بتاريخ اليوم. تفضل. قال لي مبروك، احنا دفعنا الرسوم وطلعت رخصة الإنشاءات بعد ما شاف موافقة كافة الشركاء ومعي صورة. فكيف يعني شو هالالتفاف على القانون من الأمانة؟ عدم موافقة كافة الشركاء. التجأت هون للقضاء شهر أيلول تقريبا بعد العطلة القضائية 2018 للمحكمة الإدارية العليا، أخذت قرار قطعي يا سيدي ب3/1/2019 أنه لغوا قرار الأمانة بالإيقاف من اللجنة المحلية. جميل. يعني بكلمة تانية أنت زلمة شغلك صح على موافقة المجاورين أو الشركاء، يعني أنا مش بحاجة لموافقة المجاورين إذا كان بنائي قانوني وبنائي صح. مظبوط. أشاروا لهالعبارة اللي أنا انبسطت عليها، يعني اعتبرت قديش القضاء الأردني نزيه وقديش الحمد لله أنصفني. بالآخر شهر 8 يا سيدي لا استأنفت العمل، ما لحقت. إجا شهر 3 شديت بالشغل، تحسن الطقس، ب20/4 الأمانة أوقفتني للمرة الثالثة. الله أول أكبر. كيف أوقفتني هالمرة؟ بروح الشخص الجار المتنفذ، بروح لمكافحة الفساد وبيقدم شكوى انه الرخصة اصلا اللي فيها شبهة فساد. هذا الحكي ب20/4/2019 السنة الماضية. ضلوا يحطوا وهيئة المكافحة بتحركوا بناء على شغلة زي هيك متعلقة بمصعد وبنادوك؟ هذا اللي صار. مكافحة الفساد يا سيدي بتبعت للأمانة بتقولها اوقفوا عمل هذا الزلمة، الله عبين عبين ما نبحث ونشوف اذا في شبهة فساد او لا. ب20/4 توقفت. بحثوا ب17 السنة الماضية 2019 قرار عام مدعي مكافحة الفساد، كان ولا أروع من ذلك بحفظ الأوراق ومكاتب لا أجد أي جرم، واستند لقرارات المحكمة الإدارية العليا، وبالتالي أوعد للأمانة ب25/11 مكافحة الفساد أوعدت للأمانة أنه بإلغاء توقف تبعي، يعني أنا بقدر أرجع أكمل الشغل تبعي. يعني المحكمة الإدارية قالت كمل، كملت شوية، مكافحة الفساد قالوا وقف، بحثوا بعدين قالك لا كويس الأمور كمل، وأمانة عمان بالأول قالك كمل بعدين وقف. يعني أنت مشان تعمل مصعد عندك موافقة أمانة عمان والمحكمة الإدارية ومكافحة الفساد لغاية الآن. طيب الحمد لله رجع القضاء الأردني أنصفني حتى أكمل شغلي، هذا ب25/11 السنة الماضية. يعني قلت بنستنى فترة صغيرة عبين ما يتحسن الطقس. هلأ اللي صار، هلا توقفت انا عن الشغل سيدي. امبارح توصلني ورقه من الامانه بيقولوا بما معناه في مخالفه، قال حطوها امبارح تاريخ 18/1، قال مخالفه وجود زيادات في المصعد غير مرخصه. تخيل بعد سنتين على وجود المصعد قائم هلا عم بيقولوا انه في زيادات في المصعد غير مرخصه. طبعا هالحكي مش صحيح. يعني امانه عمان تركت كل الدنيا وبلشت بالمصعد. طبعا لانه في شخص متنفذ يا سيدي طبعا، وظلهم يبحثوا بعد سنتين هلا فطنوا انه في إشي. طبعا انا تاكدت انه هالحكي مش صحيح، امبارح قضيتها مع المهندس، لا حول ولا قوه الا بالله، واكد لي المهندس يا سيدي ورحنا قسنا المصعد والمصعد 100% صح. المصعد حسب المخطط اللي خاتميته الامانه عمان
أنا معي المساحة طيب أكثر. تفضل. المرعب أكثر، المرعب أكثر. سلمت لمساح مرخص، قلت له من فضلك بدي أفرز، وبصراحة خطر في بالي أبيع. لا يعني أضلني هيني قاعد بالأجار بجبل ويبدي ومبسوط، لا بدي أشتري ولا بدي أبني ولا بدي هالقصص كلياتها. قلت خليني أنا بلكن أبيع وأخلص. المساح ما قصر، قدم للتنظيم، التنظيم طلعوا قرار الموافقة لكن بشرط تجديد إذن الأشغال، وتجديده بسيط. قلت له طبعا بسيطة. أنا لما رجعت بشهر 8/9 بلشت أتابع المعاملة لتجديد إذن الأشغال، دفعنا رسوم مثقفات مش عارف شو. طلع شاب كشف مهندس، كشف من أحلى ما يكون، قال لي موافق، كتب موافقة، قال لي روح ادفع الرسوم. رحت يا سيدي أدفع الرسوم ودفعت الرسوم 15 دينار رسوم تجديد إذن الأشغال. قال لي المهندس بكرة أو اليوم، بكرة تعالوا الصبح خذ إذن الأشغال. قلنا جميل جدا. رحت تاني يوم يا سيدي أخذ إذن الأشغال، وإذا الأمانة بالعبدلي مطبولة طبل. يعني لا بنقدرش نعطيك إذن أشغال، وبده لجنة. أنو بده لجنة محلية؟ ثاني يوم تبعتهم قال لا كمان بده لجنة لوائية. شو لجنة لوائية؟ قال ما أنه معاملتك تعقدت ومكافحة فساد. قلت لهم كل اللي صار في هذا مكافحة الفساد وقفت معي، والمحكمة الإدارية وقفت معي فوق كل التأخير اللي صار 2.5 سنين. بدل ما تشعروا مع المواطن لسه بتعقدوا أمور المواطن. قال لا أو هي شغلة روتينية وطول بالك. بعتوها ضلوا مصممين. تخيل يا سيدي بعد ما يعطوك الرخصة أو بعد ما يعطوك موافقة ودفعت رسوم، شو هذا؟ هذا الكلام من آخر شيء مبارح سيدي. بيبعتوا لي إخطار أنه في وجود زيادات في المصعد غير مرخصة، وبيهددوا أنه إذا ما يعني في مساءلة جزائية. تخيل إذا أنا خلال أسبوعين ما صلحت هاي الزيادات. هلأ جايين تحكوا بعد مرور 2 سنين وهو قائل لم يتغير في أي شيء سيدي. ومع ذلك رجعت للمخطط أنا والمهندس، إحنا ماشيين على المخطط بعد معنا مساحة أكثر إحنا مش مستعملينها. بس هم استغلوا شغلة بالرخصة اللي موجودة عند حضرتك، محطوط إنه أنا معي 4 متر بالرخصة. هذه خطأ من الأمانة، هو الرقم اللي لازم يكون محطوط على الرخصة 7 وشوي، أو بيجبروها بتصير 8 متر. هي محطوطة 4 متر على المخطط. فهم نبشوا لك على أي شغلة يعني؟ كانوا شاطرين محترفين تماما، وأنا هي عندي كل الأوراق الواضحة على المخطط بختم الأمانة أنه أنا معي 7 متر وشوي. يعني بسبب ضغط المتنفذ يعني ضلوا يبتكروا حلول لطلع معهم هيك فتوى معينة. طب هذا المتنفذ إله متنفذ 3 سنين ما خفش نفوذه بهالبلد؟ لا لا لا، رغم انه ترك الوزاره بس ضل متنفذ. انا قناعتي يا سيدي اذا مش سيد البلاد جلاله الملك شخصيا بتدخل بالمصعد تدخل بالموضوع. يعني انا متاسف اقول هيك انه مش معقول يا رجل انه نطالب جلاله الملك بهيك موضوع، لكن انا قناعتي الشخصيه اذا لم يتدخل لا والله انا اعدك المصعد. ان ثبت صحه ما تقول لا يكون همي انا حسام غرايبي ان اكشف هذا المتنفذ وأعريه أمام يعني رئيس الحكومة والديوان الملكي، لأنه إذا البلد بتمشي بهذه الطريقة معناته لبينا ولا بشغلنا. إذا أمانة عمان تارك الفيضانات تغرق التجار وبلشان مصعد، معناته إحنا لوين رايحين؟ أنا اللي بدي أوعدك فيه مش أحل مشكلتك، بدي أشوف مشكلة وطني. اليوم والله 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 مدير أمن عام أو مدير مخابرات ما بتصرف زي ما بتحكي أنت عن واحد متنفذ بالبلد، لكن هذا المتنفذ لولا أن بعض المعينين استجابوا لرغباته وخافوا منه ولديهم القناعة أن هذا المتنفذ له نفوذ بإمكانه أن يثبتهم على كراسيهم أو يخلعهم من كراسيهم، ولا ما استجابوا له بهذه الطريقة. لذلك أنا اليوم أعلنها صرخة مدوية. أنا اليوم شوفوا يا إخوة، شوفوا قديش لو أمين عمان منتخب انتخاب وما يزعلش منه يوسف الشواربة، لو أمين عمان منتخب انتخاب بظل عينه على المواطنين، ما بتطلع مين اللي جابني ومين اللي حطني ومين اللي خلعني ومين اللي بده يحطني. هذا كلام خطير اللي قاعد بيصير، هذا كلام خطير إن ثبت صحة ما تقول أخي علاء.